لا انا مش عايز اتكلم، الاغنيه عجباني والدخله عجباني والجو كله عجبني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وسهره جديده والاضيه ممكن، طبعا ممكن مع الاهلي كل شيء ممكن في الانتصارات والانجازات والبطولات، احلم زي ما انت عايز، لكن في النهايه الحقيقه اهلاويه، الحقيقة البطولة أهلاوية، الحقيقة الكاس أهلاوي اللي هيكون مزيننا إن شاء الله، أو اللي هيكون مزيننا طوال هذا الأسبوع، كاس إفريقيا اللي جه عن جدارة واستحقاق وعرق ودم جهد وشغل الحقيقة على مدى سنوات. هحكي لكم كتير عنه لأنه البطولة ما بتجيش بالسهولة، ولا بتيجي بالمظلومية، ولا بتيجي بالبكا، ولا بتيجي بالأفلام اللي بتتعمل، ولا بتيجي بكلمتين يتكتبوا والسلام، بتيجي بتعب وجهد وعرق واخلاص ونظام واحترام واستقرار وادب. طبعا انت تكون مؤدب، تكون محترم، وتكون شغال عشان في النهايه يبقى الكاس ده عندك، عشان في النهايه اخر خمس بطولات تاخد منها اربع بطولات في البطولة الغالية دي والكاس الغالية دي اللي كل ما الأهلاوية يبص عليها يقول لك الكاس دي بقت ملكنا. أنا والله ما بقتش عارف أقول ال 13 ولا 14 و 15، فعلا فعلا ببقى متلخبط يعني، لأنه ما شاء الله العدد كبير، لكنه بسم الله ما شاء الله ما يحسد المال اللي أصحابه ولا يحسد الكؤوس اللي أصحابها. فبالتالي لا، ده كان زمان، إحنا دايما بنفكر في الآن وبكرة وبعده، بكره وبعده، والكاس اللي وعدني هيوفي بوعده، دايما هيوفي بوعده. ليه؟ لانك بتشتغل بجد، لانك لا عمال تعيط ولا عمال تبكي ولا عمال تخترع قصص وروايات وحكايات، عيش فيها. احنا بنعيش ايامنا ضحك ولعب وجد ودرع وكاس وبطوله والعالم والدنيا وبطولات عالم وبطولات افريقيا وبطولات محليه وبطولات قاريه وكل انواع البطولات. في البعض بيعيشها مظلومية، عيش، خليك على كده، خليك في المظلومية، خليك في سكتك، واحنا في طريقنا، احنا طريقنا بنطير، وايا كانت المشاكل او الازمات او 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 او، لا، احنا عارفين بنرجع ازاي، ودي ميزة النادي الاهلي، وراه جمهور يحرك الحجر، يحرك الحجر، يحرك الحجر، بيزعل وبيغضب، وليا كده لوم او عتاب صغير كده النهارده على جمهورنا، هياخد مني مفيش 30 40 ثانية، لكنه وراء جمهور عظيم، وراء إدارة محترمة، وراء أجهزة فنية من العيار الثقيل، وراء لعيبة عارفة مسؤوليتها، وراء كل الناس، إداريين، جهاز طبي، جهاز فني، أولادنا اللي ماسكين غرف الملابس، كل الدنيا بلا استثناء بتشتغل عشان هدف واحد بس، إن الأهلي يفضل رقم واحد، إن الأهلي يظل هو البطل، ليس فقط محلياً وليس فقط إفريقيا، لأن طموحاتنا سبقت وعدت، وديكوا شايفين الناس بتعمل إيه عشان مباراة الأهلي خارج مصر، سواء في قطر، في الإمارات، في السعودية، والله لو في الهند، والله لو في السند، والله لو في بلاد الوقواء، هتلاقي الجمهور العظيم ده ورا النادي الأهلي بيشجع وبيآزر، هتلاقي إدارة محترمة بتحاول تعمل كل حاجة. والشعار ده لما رفعوه جمهور النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه، دايما على الحلوة والمرة معاه، ساعات بيزعلوا شوية وساعات الزعل بيزيد شويه. لكن النهارده ان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه هو بدايه احتفالاتنا، اسبوع الاحتفال بالقضيه، وكما وعدناكم هيبقى اسبوع باذن الله حافل بالضيوف، حافل بمشاهد ممكن تكونوا شفتوها قبل كده على خفيف، لكن هتشوفوها بتركيز المره دي، وحافل بناس ان شاء الله اول مره يظهروا من فتره طويله جدا يحكوا الاسرار والكواليس، ليس في القضيه فقط، لكن في كل القضايا وكل ما هو فات وكل ما هو آت بإذن الله لانتصارات النادي الأهلي.